ساعات انا اشوف ساعات وضعيه تحطوا فيها في بلادك تحط فيهم في دوله فلانيه تدعم فينا ودوله فلانيه هم يعطيهم الصحه وكذا مره هي تونس اكبر من هكاك صح تونس اكبر من هكاك وتونس لو كانت تحط في الثنيه الصحيحه ولو كان بالحق نرجعوا نخدموا ترجع طاقة الخدمه والعمل والطاقه الايجابيه نتاعنا وترجع الناس الكل اليد في اليد ونهتموا ببلادنا راهي تونس ونعرف شنو نقول مش كلام راهم تعاون واحد تونس تنجم تكون دولة من أهم البلدان في المنطقة نتاعها. المجتمع ولت عندنا طاقم سلبية كبيرة والطاقة السلبية هي ولت تقود في العباد ولينا في المشاكل نهار وليل ولينا نشوفوا كل الحاجات الخايبة واليوم بعد الخايبين هما اللي يبرزوا فهمت يعني احنا اليوم اللي في المشهد في تونس بالحق بالحق هي تونس الموجودة في الصورة هي هذيك هي تونس مش فما برشا ناس تخدم برشا ناس تجتهد مش فما المرأة تفيق الأربعة متاع الصباح وتمشي وربي يعلم بها باش 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 تعيش ولادها ثلاثة وتقريهم وتحاول تنجحهم ثم ناس روح حتى الغرف الكبيرة ثم ناس تتعب وتجتهد باش تصنع حاجة ناجحة باش تصنع عائلة ناجحة باش تصنع حتى ثنية نتاع نجاح حتى لو كان هي بسيطة ثم ناس تبني ثم ناس تخدم البلاد مال بالرغم اللي تعدت به الكل مازالت واقفة علاش صحيح ثم ناس قاعدة تهدم أما راهي ثم ناس مازالت اليوم تبني وتحاول تبني من نجمو ننجحو كان ما أن نتوجهو نتحولو لطاقة إيجابية الناس اللي تحط من قدام هي الناس اللي تبني الناس اللي تعرف تبني الناس اللي تعرف تقول الكلام الباهي الناس اللي تعرف تفكر الناس اللي تعرف تحط اليد في اليد الناس اللي تعرف تنشر موجات ايجابيه راهو المورال والايجابيه حاجه اساسيه للشعوب راهو الشعب اللي عنده طاقه سلبيه ما نجمش الواقع راهو نعرف معناها الواقع ما قلناش باش نتجاوز الواقع الواقع نعرفوه واحنا نتعداو بواقع صعيب كيما راهو ثم شعوب غيرنا تعدات بواقع صعيب لكن الشعوب هذه الاخرى كيفاش تنهض وكي واقع صعيب باش نجي انا هو واقع صعيب نجينا واقع صعيب نهار كامل وانا نبكي واقع صعيب تخذنا ما عادش نجمو نقدمو امورنا تعبه ويجي يدخل الاخر يعطيه فكره خايبه ويزيد يجي الاخر يسب الاخر معناها هو في الواقع صعيب واحنا نزيدو نعمقو في الصعوبه احنا وقعنا صعيب ما كنا نجمو نتجاوزوها راهو العمليه هذه وقادرين باش نتجاوز علاش راهو احنا المشاكل اللي موجوده في تونس فيها جزء كبير احنا التوانسه قاعدين نصنعوا فيه احنا نصنعوا في مشاكل رواحنا ونغطسوا ونعيشوا فيهم ونزيدوا نصنعوا مشاكل جوست معناها المشاكل هذية باش نجمو نتجاوزها مش راهو باش نقعدوا نهار ربي نبكوا ونهار ربي نشكيو احنا اليوم نحبوا نصنعوا تاقيلة احنا راهو عندنا مشاكل صحيح ومستعرفين بها في كل المستويات اما رانا قادرين ونجمو مش بالكلام راه احنا بتونس باللي عندها بالبوتنسيال بالفلاحة متاعها بالثروات نتاعها في كل شيء بالبحر بالموقع واضح. بالرجال اللي فيها بالنساء بالطاقات بالشباب المثقف بالطب بالمهندسين واضح. والله نجموا نعديو صحيح رغم الصعوبات كل ساعات تشوفي حاجات نتاع عمل في برشا بلايص تشوفها في الصناعه تشوفها في الهندسه تشوفها في الطب تشوفها في كل شيء عندنا الماده الخام عندنا باش نجموا نقدموا لو كان الناس الكل تحط اليد في اليد لو كان بالحق نهتموا بالمشاكل اللي تهم تونس لخاطر احنا اليوم قاعدين نصنعوا في برشا مشاكل من هنا ومن هنا واللي قاعد تحكيه اليوم في جزء كبير منه مشاكل ما تعنيش للتوانس ولا تعني تونس نهارت اللي احنا التوانس الكل نهتموا في مشاكلنا الصحيحة وتتحط طاقة متاع بناء رانا في تونس قادرين باش نكونوا دولة من أهم البلدان.